مراهقة حسناء فائقة الجمال تتألم كثيرا أثناء النوم، وعندما وضعت كاميرا المراقبة في غرفة نومها اكتشفت الصدمة الكبرى. انظر ماذا حدث. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. يواجه الإنسان أشياء غريبة أثناء النوم قد تكون متعبة ومرهقة وتؤثر على جودة نومه، فالنوم هو الوقت المناسب لراحة الجسد، إلا أن هذه الفتاة تعاني كثيرا من الآلام أثناء نومها مما جعل حياتها كأنها في كابوس. وبعد تفكير عميق لجأت المرأة إلى طريقة غريبة لاكتشاف الكابوس الجاسم فوق رأسها منذ فترة طويلة، وبعد أن عانت كثيرا من الألم الشديد الذي كانت تشعر به كل ليلة أثناء نومها وعجزها عن معرفة الأسباب، قررت تلك الفتاة أن تستخدم التقنية الحديثة لمعرفة ما ينغص عليها نومها وينكل حياتها. فقامت بتركيب كاميرا في غرفة نومها وتوصيلها بالهاتف، فكانت تلك هذه الفتاة تهوي تربية الحيوانات وترعى قطة في منزلها. تعرضت لألم شديد في الرأس منذ فترة، ولكنها توصلت في النهاية أنه لا يوجد حل سوى أن تراقب نفسها أثناء النوم لتفهم ما يحدث. تروي السيدة أنها كانت تنام وهي بحالة جيدة للغاية، ولكنها تستيقظ على الألم الشديد في الرأس. وتؤكد هذه الفتاة أنها تسكن في المنزل بمفردها برفقة قطتها فقط، ولكن لم تتخيل أن القطة يمكن أن تتسبب في ذلك الألم. صدمت السيدة بعد أن استيقظت ذات يوم وفتحت الفيديو الذي سجلته بكاميرات المراقبة، وتفاجأت بأن القطة التي كانت ترعاها في المنزل تجلس فوق رأسها طوال الليل وتقوم بخدش جلد رأسها بأظافرها. وهذا كل ما يحدث. فنرجو من جميع المتابعين الذين يربون الحيوانات أو القطط أو غيرها في المنازل أن يأخذوا حذرهم منها، فربما تكون هذه الحيوانات سببا في أذيتك أو أذية أحد أفراد العائلة. وفي النهاية إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.